أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة. مع بداية تسلمه مهام منصبه محافظا لصلاح الدين، زار الدكتور عمار جبر خليل قضاء سامراء للوقوف والاطلاع بشكل مباشر على احتياجات القضاء وأبنائه، خصوصا في مجال الخدمات الذي يعاني تدهورا ملحوظا. وفي إثر ذلك قام الدكتور عمار جبر بجولة ميدانية شملت أحياء وشوارع سامراء، اطلع خلالها على المشاريع المتوقفة والمتلكئة، ومنها مشروع مجاري سامراء الكبير ومشروع الماء وغيرها. وأكد المحافظ أن توقف هذه المشاريع سببه الرئيس الأزمة المالية التي يمر بها البلد، لكن هذا الأمر لن يمنعه من بذل الجهود مع الحكومة الاتحادية من أجل إعادة العمل في هذه المشاريع، كونها من المشاريع الحيوية والمهمة لأبناء سامراء. إحنا اليوم أول يوم لمهام المحافظ هي في مدينة سامراء، باعتبار أننا ننظر إلى المشكلة حسب الأهمية. وأنا أعتقد وبسبب قربي من مدينة سامراء أعتقد بأن أكثر المشاكل هي في مدينة سامراء، وهنالك إهمال في الخدمات المقدمة للمدينة. طبعا احنا بالنسبة العملنا بمدينة سامراء يحتاج منا إلى إعادة تنظيم للمشاريع وإعادة تنظيم بتوزيعها ووضعها ضمن الأهمية والأولوية، فراح يكون هنالك إكمال لقسم من المشاريع المهمة. لن نتكلم عن استراتيجية، سيكون هنالك إكمال لجزء مهم الذي يمس حياة الناس، وسيكون هنالك تعاون مشترك بين السادة أعضاء المجلس المحافظة في سامراء وبين المحافظة والمجلس والحكومة المحلية لمتابعة هذا التنفيذ. هنالك مشكلة أمنية ومشكلة اقتصادية ومشكلة أخرى هي في تقديم الخدمات. نظرتنا المستقبلية لسامراء على قدر أنه راح نقدر نساعد في جزء من حل بعض مشاكلها. اليوم سامراء تراجعت كثيرا عما كانت عليه، اليوم يجب أن نضع في حسابات المجلس وفي حسابات المحافظة أن نبدأ بتقييم ودراسة واقع سامراء من جديد لطرح الحلول الاقتصادية الصحيحة وطرح الحلول التي تنهض بسامراء. سامراء فيها كفاءات، فيها أراضي زراعية كبيرة، فيها كل متطلبات المدينة العصرية، ولكن المدينة مخربة، والسبب في ذلك هو عدم التخطيط. المشاريع كلها توضع بشكل اعتباطي، ليس هنالك تخطيط لسنة أو سنتين أو ثلاثة. المشاريع الاستراتيجية اللي هي مشروع الماء والمجاري هي مشاريع مهملة في الوزارة، موضوعة على الرف، ليس هنالك من يطالب بها، والآن المدينة تعاني الكثير. إذن نحن سنقوم بدراسة واقع سامراء ومحاولة تطويره والاستفادة من ذلك من خلال مشروع أدعو مجلس المحافظة إلى تقديمه، وهو دراسة واقع سامراء وبناء رؤية اقتصادية جديدة لسامراء للنظر للنهوض بها من جديد إن شاء الله. هنالك لقاءات مستمرة بين النواب صلاح الدين في المركز. هذه اللقاءات يعني حسب ما أخبرني الدكتور أحمد عبد الله عبد أنه خلال أسبوعين ستبدأ عملية عودة نازحية الصينية والعوجة، وهذه العودة أيضا سيكون هنالك متطلبات لعودتهم، وهو متطلبات حفاظ أمنهم وكرامتهم، وكذلك تقديم الخدمات إليهم.